أستاذة دعاء بتقول إن حد قال لها اللي تنظف شعر الوجه بكل شعرة إنها بيبقى ذنب أو بتلعن حاجة زي كده. فيا سيدتي الفاضلة، النهي الوارد فيما يتعلق بالنمص ملوش علاقة بالحريق بتقولي، وإحنا فصلنا الكلام ده كتير، لكن مفيش مانع نزيده تأكيدا وبيانا بأنه النمص المحرم هو إزالة أصل الحاجبين، وإن أنا بقى أقعد أعمل الموضة معرفش طلع إزاي والكلام ده، أو إن إحنا نغير أصل الخلق. لكن إزالة الشعر الزائد حول الحاجبين أو حتى في الوجه ملوش علاقة بالنمص المحرم اللي وارد في الحديث الشريف، وإنما ذلك إزالة هذا الشعر الزائد بالوجه من باب التزين المطلوب. وامرأة أبي إسحاق الراوي اللي راحت لستنا عائشة وسألتها وقالت لها ما بال المرأة تحف جبينها لزوجها، فتحف يعني تنظف تشيل الشعر الزائد بالوجه، قالت لها السيدة عائشة أميطي عنك الأذى ما استطعتي. ده بالمنطق وبالعقل بنقول أصل الخلقة سيبيها كما هي، تنظيف الزائد المتناثر حول الحاجبين أو حتى بالوجه لا شيء فيه، مش داخل في مسألة النمص. الشرع متسق جدا مع العقل إذا الإنسان أحسن التفكير. بالنسبة لي أحكام الطلاق، يعني أنا أرجو من أخت حضرتك دي وزوجها مراجعة الزوج أنه يروح لدار الإفتاء المصري عشان يقعدوا معاه، وبرضه هيوجهوه وياخدوا وقتهم معاه في التوجيه، وانه ما ينفعش اللعب به مثل هذه الالفاظ، وما ينفعش ان يحط زوجته في حرج فكل حاجه معلقه على ايمان طلاق، وبعدين يشوفوا هل ده لفظ نطقه نطق صحيح سليم باللغه العربيه المعلومه بالطلاق كما ننطقها في اللغه العربيه، ولا قالها ازاي، هل هي صريحه، هل هي فيها كنايه، هل هي على جهه اليمين، كل ده هناك وهو المكان الانسب لفض هذه الأمور، مش برامج الهوى، وده يعني منهجي مع حضراتكم من زمان جدا. بالنسبة لي وبعدين في نقطة تانية بس تتم لهذه الإجابة، هو حلف عليها ما تدخلش نفسها في الحاجات لا تخصه حتى ولا تحلها، وبتقول هو ما بيحلش، هي ملهاش علاقة بحاجته، هو يروح يحل حاجته مع نفسه، ما تدخلش نفسها طالما هو على طول كده أيمان الطلاق والله أعلم عقد اليمين في قلبه أو لا، فما أحطش نفسي على المحك عشان خاطر هو مش قادر يقوم بمعاملاته، لن تحاسبي عليه ويحاسب عن نفسه. أو أختك يعني صاحبة السؤال، الدعاء اللي حضرتك دعيتي بيه وربنا أكرمك وبعد كده كان في السقط اللي نزل، نستمر على الدعاء ويبقى عندنا يقين بأن الله يجيب الدعاء، يجيبه وفق حكمته سبحانه وتعالى. إيه اللي فيه الخير ليا يصرفه لي، لو الخير ليا يكون عندي ذرية يصرفها يعطيها وهو الوهاب، الخير إنه يدخر لي ثواب الدعوة بتاعتي دي في الآخرة سبحانه وتعالى فهو الحكيم، الخير إنه هو يحوش بها عني بلاء في الدنيا فهو سبحانه وتعالى الرؤوف سبحانه وتعالى الرحيم. فإحنا نترك الأمور للمولى سبحانه وتعالى، نأخذ بكل الأسباب ونحسن التوكل على الله مع تمام التسليم لقضائه وقدره. بالنسبة لي السقط بقى، أنت كنت في مستشفى، التعامل مع الجهات الطبية اللي احنا بنكون فيها كمستشفيات بتتعامل مع هذا الأمر بحرص، فأنت ما تحمليش نفسك فوق ما تطيقين، فإن كانت هناك منك تصرف أنت حسيتي أنه لم يكن يعني كان المفروض أعمل، أنت لم تتعمدي أو تقصدي إلى ذلك، وهم هيقوموا بهذا الأمر نيابة عنك يا صاحبي.